بسم الله الرحمن الرحيم. Topic number 11, exercise of sukoon or jazm. You can see the dal type sign called sukoon, and if sukoon coming on top of the letter, the previous letter, the before letter, we connect with that letter. So this exercise is a big exercise, and we will do it in some parts. So I think one page in one video. So you can start it. Hamza, Noon, Zabar, and this is actually we are connecting and doing the Ghunna. Ghunna means we enter the sound in our nose and holding the sound for 2 seconds. That's called Ghunna. Ta, Zabar, Ta. Anta, Hamza, Hazir, Ih. Dal, Zir, Di. Ih, Di. Ba'in, Zabar, Ba'. Dal, Pesh, Du. Ba', Du. Ba'ta, Zabar, Ba'ta. This ta is the Qalqala letter, that's why we are bouncing the sound. Sheen zabar sha, ba to sha, seen ayn zabar sa, ya zabar ya, sa ya. Now we will read only sounds. Anta, ihdi, ba'du. بطشة سعية كاف نون بيش كون تا بيشتو كنتو لام سين زبر لس تا زبر تا لستا حمزة ميم زبر أم را دوزير رين أم رين بارا زبر بار دال دو زبردن بردن. Remember after فتحتين, after two زبرs, the alif will come. Don't read alif, just read the دو زبرs, two زبرs. جيم ميم زبر جم عين دو زبر عن جم عن sounds. كنت لست أمرين بردن جمعن. Okay, next. حابا زبر حابا لام دو پیشلون حابلون خاسین پیش خس را دو زرین خسرین خالام زبر خال قاف دو زبر قن خلقن سين با زبر سب حاد و زبر حن سب حن سين با زبر سب قاف دو زبر قن سب قن sounds. حبلون خسرين خلقن سب حن سبقا شين همزة زبر شاء. Remember همزة coming with سكون, it's called همزة ساكن. So when همزة ساكن coming, we connect with jerking, with jerk. شاء شين همزة زبر شاء نون دو پیش نون شاء نون صاد با پیش صبح حاد و زبر حن صبح حن ضاد با زبر ضاب حاد و زبر حن ضاب حن عين با زبر عب دال دو زبر دن عب دن sounds.
شأن صبحاً ضبحاً عبداً. Next one. عين دال زبر عد نون دو زرنين عد نين عين شين زبر عش را دو زرين عشرين عين صاد زبر عص فا دو زرفين عصفين غين را زبر غار قاف دو زبر قن غار قن غين لام پیش غول با دو زبر بن غول بن ساونس عدنين عشرين عصفين غرقا غلبا. Next. فا صاد زبر فص لام دو بشلون فصلون قاف دال زبر قاد حاد زبر حن قاد حن قاف ضاد زبر قاد باد زبر بن قاد بن. Again telling you, after two zabar, alif will come. Don't read alif, just read the two zabars. Kaf hamza zabar ka. This letter is a hamza. Remember, alif has a sign, you will call it hamza. And when hamza coming with sukoon, read with jerk. Kaf hamza zabar ka. Seen do zabar san. Ka san. Kaf dal zabar kad. حاد وزبر حن كاد حن sounds فصلون قاد حن قاد بن كأسن كاد حن لام غين زبر لغ واو دو زبر وان لغ وان ميم سين زير ميس كاف دو پیش کن ميس کن نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخ لن نون شين زبر نش تا دو زبر تن نش تن نون فا زبر نف سين دو زير سين نفسين لغوان مسكون نخلن نشطن نفسين. Next one. نون قاف زبر ناقو عين دو زبر عن ناقو عن يا سين پیش يس را دو زبر ران يس ران حمزه با زبر اب قاف ستاندنگ زبر قا اب قا. All green letters make heavy sound and on blue color do the قلقلة bounce the sound. اب قا تر زبر تر ضاد ستاندنگ زبر ضا تر ضا تا نون زبر تن سين ستاندنگ زبر سا تن سا ساوندز نقعا يسرا ابقا تر ضا تنسى يخ زبر يخ شين ستاندنگ زبر شا يخ شا يا سين زبر يس عين ستاندنگ زبر عا
يسعى ياتا زبر يد لام واو بيشلو يتلو يا دال زبر يد عين واو بيشعو يدعو تا جيم زبر تاج را يا زري تجري sounds يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يا هذا بيه دال يا زردي يهدي يا غين بيش يغ نون يا زرني يغني همزة لام زبر ال قاف تا زبر قد القد همزة ميم زبر ام ها لام زير هل ام هل همزة قاف زير إيق قلقلة را همزة زبر ر جركينج اقرأ sound يهدي يغني القد أمهل اقرأ فر زبر فر غين با زبر غاب فر غاب فانون زبر فن صاد با زبر صاب فن صاب واو نون زبر وان حار زبر حر وان حر همزة خا زبر اخ را زبر را اخ را جيم زبر جا اخ را جا sounds far غاب فن صاب وان حر اخ راجع همزه را زبر ار سين زبر س ار س لام زبر لا ار سالا همزة غين زبر أغ طا زبر طا أغ طا شين زبر شا أغ طا شا همزة فا زبر أف لام زبر لا أف لا حا زبر حا أف لا حا همزة كاف زبر أك را زبر را أك را ميم زبر ما أك را ما sounds أرسالة أغطاشة أفلاحة أك را ما it was the page number 20 19 last few lines, 2 lines, and 20 page number 20. See you next page number 21 in next video, inshallah. Do practice. I hope this video will help you to understand the Sakin letters and the fluency, the practice. Allah Hafiz.